الاكزيبيشن هي اسمي. انا ما اسميش سحر، انا اسمي سيهار صلاح الدين. انا خبيره في الارشاد النفسي والتربيه. هنتكلم النهارده عن التنمر، عن البولينج. البرزنتيشن بتاعتنا تحت رعايه مدارس سيدز. طيب في ترند بقاله فتره ان احنا نتكلم عن البولينج. في حمله لليونيسيف كبيره جدا مؤثره بتتكلم عن البولينج، عن التنمر. هو ايه بقى التنمر ده اللي هم طول الوقت بيتكلموا عنه؟ التنمر هو سلوك عدواني بنستخدم فيه القوه، بنستخدم فيه السلطه علشان نأذي شخص ما، علشان نجبره انه يعمل حاجه هو مش عايزها، او علشان تؤذيه. تعريف مهم قوي في البولينج، في التنمر، هو ان بيبقى فيه اساءة استخدام السلطة. يعني بيبقى فيه طفل عنده عايز يشعر بفوقية، عايز يشعر بتفوق، عايز يشعر بانه افضل من الاخرين. فدي حاجة مهمة جدا نفهمها عن البولينج. طيب ايه اللي بيفرق ما بين العدوانية العادية خالص، ان طفل عدواني، ان طفل بيسيء السلوك، وان طفل تاني متنمر؟ بمعنى اصح اولادنا كتير بيتعرضوا لمضايقات. امتى اقول لا انا ابني بيتعرض لتنمر، دي مش مضايقه عاديه؟ بعمل كده امتى؟ لما حاجتين يحصلوا هما دول اللي بيخلوني اعرف ان ده تنمر. ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجه الانتنشن. التنمر سلوك متعمد، يعني المتنمر او الطفل اللي بيتمرق اللي بيقصد ان يقوم بسلوك التنمر هو طفل متعمد في الموضوع ده. يعني لو مثلا حماده بيخش يغلس على الفصل كله يبقى ده سلوك عدواني، انما لو حماده بيغلس على كريم مثلا كل يوم يبقى ده تنمر. هو قصد الطفل ده بالذات، قصد الشخص ده بالذات، مش حاجه عاديه وخلاص. طيب ايه تاني حاجه؟ الفريكونسي، ان دي حاجه متكرره. انا ما غلستش عليك النهارده خلاص وسبتك ومشيت، لا انا بغلس عليك كل يوم، كل يوم اجي اكسر لك المقلمه، كل يوم اجي اخد السندوتش بتاعك، كل يوم لما اشوفك تعبانه. حاجه بتتكرر يوميا. لو طفل بيتعرض لهذا السلوك بشكل متكرر من نفس الشخص يبقى ده تنمر. يبقى انا كده عرفت ان طفلي بيتعرض لتنمر. طيب شويه احصائيات عن مصر وعن العالم. عالميا واحد من كل 3 طلاب بيتعرض للتنمر. في مصر في سن 13 ل 15 سنه 70% من الطلاب بيتعرضوا للتنمر. 70% معنى كده ان 7 من كل 10 بيتعرضوا للتنمر. دي احصائيه قويه جدا، احصائيه صعبه جدا. دي حاجه فاحنا كلنا لازم نتحرك، الميديا كمان كاولياء امور، كاديكيتورز، كتربويين، ان احنا ناخد ستاب ضد الظاهره دي. ده هنعرفه بعد شويه، بس الاول عايزين نعرف اكثر عن التنمر. خلينا نتكلم عن انواع التنمر. هم 4 انواع هنناقشهم بالتفصيل. اول نوع من انواع التنمر هو الفيزيكال بولينج، هو التنمر الجسدي او اللي فيه اللي بيحتوي على اذى جسدي. زي ايه؟ زي ان الضرب، زي ان هو يكسر المقلمه، زي ان احنا ان هو ياخد حاجه يكسرها، زي الكعبله. كل ما هو تضمن اذى جسدي فهو فيزيكال بولينج. ايه تاني؟ الفيربال بولينج، ودي حاجه احنا بنعملها كلنا بقصد او من غير قصد مع اولادنا ومع ناس تانيين. حتى الحوار في مجتمعنا للاسف بنغلسه على بعض بصفه مستمره. ان انا اليبل سمون، ان انا احطه تحت ليبل، ممكن الفيربال ده يكون في شكل ايه؟ ممكن يكون في شكل ان انا اعمل اسماء، زي مثلا يا رخمه، يا ضخيم، يا ابو نضاره، يا كل الحاجات السخيفه دي كلها تندرج تحت الفيربال بولينج، التنمر اللفظي. الغيظ ده بيحصل جدا ما بين البنات وبعضها، احنا ما بنحبكيش، يعني اسمك مش عارفه ايه، انت شعرك مش عارف، كل ده تحت التنمر اللفظي. كل ده بيندرج تحت التنمر وبيعرضنا كلنا لنفس الاخطار. ثالث نوع من التنمر هو السوشيال بولينج. ده بيظهر شويه في المراهقين اكتر، لان بيبقى ساعتها الاصحاب او جماعه الاقران ليهم تاثير كبير جدا في دور المراهق. فبالتالي
السوشيال بولينج بيظهر كتير قوي في ازاي ايه السوشيال بولينج ده. ان انا كل ما الاقي حد مثلا وانا اي وونت تو بولي سمون كل ما الاقيه اسيبه وامشي اقول له او اقول بقيت الشله بقيت اصحابي ما تتكلموش معايا ده بولينج. او ان انا اغيظه كل ما اشوفه او ان انا ما ارضاش ادخله في اي نشاط او ما ارضاش ادخله في اي حاجه داخليه ما بيني وما بينهم ما ضموهوش معانا. الانعزال ده باستخدام سلطتي ده اسمه سوشيال بولينج. النوع الاخير واللي ركزت عليه برضو اليونيسيف حملتها اسمه سايبر بولينج. سايبر بولينج دي حاجه منتشره جدا. ما فيش حد من شبابنا الحلوين ده ما فيش في ايده موبايل دلوقتي صح؟ كلنا طول النهار ماسكين الموبايل طول الوقت ماسكين التابس وعلى الكمبيوتر. لازم ننتبه لحاجه مهمه جدا اسمها سايبر بولينج. يعني انا اقدر اذي الناس من خلال التكنولوجي من خلال السوشيال ميديا سام شانلز. لو انا بقول لحد ثرو الكومنت مثلا على الفيسبوك ان هو انت وحش ايه ده الصوره دي وحشه قوي انت مالك تخين كده ليه انت مالك مش عارفه ايه شكلك كده كل ده بولينج. لو انا في بقى حاجه ثانيه بتتبعت ان الناس بيحصل نوع من انواع الابيوز وخاصه الابيوز السكشوال من خلال التكنولوجي شانل ده بتبقى في خلال ان انا اخذ صوره ان انا استخدم مواد مش مظبوطه كل ده بيندرج تحت الابيوز والبولينج. طيب البولينج بيحصل فين؟ هل البولينج ده بيحصل في المدرسه بس؟ لا. مين قال لا؟ قومي بيحصل فين تاني؟ البولينج بيحصل في المدرسه بيحصل في البيت بيحصل في النادي بيحصل افري وير. ده سلوك في شخص عدواني قصد شخص تاني بعينه. سلوك في واحد بيعقد واحد في طفله بتغلس على طفله بشكل مستمر بتخليها تفقد ثقتها بنفسها تفقد شعورها بالامان. فالبولينج ملهوش مكان. هو بنلاحظه قوي في المدرسه. ليه؟ لان في المدرسه في كتير قوي ادلتس في ناس كبيره كتير في ادكيتورز في كونسلر وفي مدرسين فممكن يلاحظوه اسهل. لكن هو في الاسف بيحصل في كل حاجه. ويعني للاسف عندنا مشكله ثانيه في العائلات في مجتمعنا المصري ان كتير جدا بيحصل بولينج جوه العيله. كتير جدا اللي بتغلس الغلاسه دي هم الجده او الجده او حتى العمه او الخاله علشان احنا نغلس على بعض. ممكن كل مره بشوف فيها البنت الصغيره واكلمها على شعرها او كل مره اشوف فيها الولد اكلمه على انه مبهدل او انه شقي. طب نعمل ليه بالانجلت ده تنمر؟ مش معنى انه بيجي من عيله انه مش تنمر. طيب مين الشخص اللي ممكن يبقى بولي؟ لان اول رد فعل للاباء والامهات لما بنقول لهم انت ابنك متنمر يقول لا انا ابني مش ممكن انا ابني ويقعد بقى يدافع. لا اوقات كتير بيبقى ابننا مؤذي واحنا مش واخدين بالنا ودي مش حاجه وحشه. احنا بس محتاجين نتدخل محتاجين نعمل خطوه علشان نصلح الموضوع ده. طيب مين هو الطفل اللي ممكن يبقى متنمر؟ اول حاجه هو بيبقى اجريسيف. هو اصلا طفل عدواني وسهل جدا استثارته سهل جدا ان انا انرفزه سهل جدا انه يحبط. الحاجه الثانيه انه بيبقى دايما بيفكر في الاخرين بشكل وحش فشايف ان الناس وحشه او شايف ان الناس دي ما تستحقش التعاطف. ممكن يكون عنده اصحاب بوليرز فبيقلدهم. وبما ان في شباب صغيرين وطاف كده قاعدين فلازم ناخد بالنا مش معنى ان حد من زمايلي بيعمل حاجه سخيفه ان انا اسنده. لازم اسند الحاجه الصح مش الحاجه اللي بتعجب الناس. الحاجه الثانيه ان هو شايف الفايلنس البوزيتيف هو شايف ان العنف دي حاجه كويسه. واسر كتيره للاسف بتشجع ده تقول له اضرب ما يهمكش اللي يضربك اضربه قطعه اعمل مش عارف يقعدوا بقى يخوفوا في الواد ويشجعوه على العنف. انت بتديله فكره ان العنف ده حاجه ايجابيه بتخليه عايز يعنف اكتر واكتر. طيب مين الفيكتور؟ دي بقى نقطه مهمه جدا. مش اي طفل يبقى فيكتور. اوقات بنسميه سرفايفر بس مش اي طفل بيبقى فيكتور او سرفايفر. مين الطفل اللي بيبقى فيكتور؟ الطفل ده المتنمر بيختاره بعنايه. ومهم جدا النقطه دي عشان نحمي اولادنا انهم ما يبقوش فيكتورز. المتنمر بيختاروا الطفل الضعيف. الفيكتيم ده غالبا بيبقى ليه منظر مختلف في شكله، يعني يبقى تخين شويه، قصير شويه، طويل شويه، رفيع شويه، لابس نظاره، شعره مختلف، اي حاجه تبقى مختلفه علشان يعرف
يعرفوا يتريقوا عليه او يلبسوا فيها على الموضوع ده. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو بيبان على ان هو هادي او ان هو منعزل، ممكن يبقى باين ان هو مكتئب او الوم. كل دي حاجات بتعرضه بيبقى ضحيه للتنمر. الحاجه الثانيه ان هو مش اجتماعي، بمعنى سهل خالص وواضح، ان الطفل ده بيبقى مكسور. لو انا كسرت الطفل في بيتي هيبقى ضحيه ديفنتلي لكل انواع التنمر والابيوز اللي ممكن يبقى موجود في المدرسه. طيب ايه اللي بيخلي البولينج اصلا يحصل؟ البولينج ده بيحصل ليه؟ التنمر ده سببه ايه؟ في ثلاث اسباب رئيسيه، هو ليه اسباب كتيره قوي قوي، بس اهم سبب ثلاث اسباب هم: اولا الغيره. الغيره دي من الحاجات اللي بتخلي الاطفال تغلس على بعضها جامد جدا. يعني من اكثر الاطفال اللي بيتعرضوا للغلاسه والتنمر هم الاطفال المتفوقين، الاطفال اللي مثلا شكلهم كويس، الاطفال مثلا شاطرين رياضيا. اي حاجه من الحاجات دي بتثير غيره الاطفال الثانيه وتخليهم يقوموا بسلوك التنمر. وكتير جدا جدا فكروا فيها بتحصل ما بين الكبار وبعضهم. اوقات كتير قوي واحده غيرانه من واحده تتنمر عليها، واحده بتغلس على واحده تتنمر عليها. ايه تاني حاجه اللي بتسبب جدا البولينج؟ هي الفاميلي كونفليكت، الخناقات والخلافات العائليه. ودي حاجه تخلينا كلنا نفكر 100,000 مره قبل ما نخلي الاطفال يشوفوا الخلافات العائليه اللي ما بيننا وتعرضوا لكم شديد جدا من الاكتئاب ومن المشاكل النفسيه نتيجه الخلافات دي. الطفل بيبقى باين عليه هو كونفيدنس ولا لا، هو قوي وحاسس بالامان وحاسس ان وراه عيله هتساعده ولا لا. الحاجه الثالثه الانسكيورتي والباور ايشوز، دي ليها علاقه اكتر بالتنمر. هو بيبقى عايز يحس بالتميز، عايز يحس انه اقوى، عايز يحس انه اشطر، عايز يحس ان هو مالي مركزه. دي حاجه بتخليه ما يختارش السلوك اللي يعمله، بتخليه يتنمر وخلاص. دي بعض الاسباب برضو، منها ممكن ان هو بيبقى بيبص على التنشن، عايز التنشن اكتر، ان هو بيحاول يحصل على انتباه الاخرين، ان هو بحد تاني عرض للتنمر. الطفل اللي بيتعرض للتنمر هو كمان بيبقى بعد شويه متنمر. يعني ممكن طفل في جريد 12 يتنمر على طفل في جريد 9، فبتاع جريد 9 بعد شهرين ثلاثه اربعه يروح يتملس على الاولاد اللي في البرايمري سكول. دي حاجه متعلمه، انا اتعلمت ان في واحد لما كان متضايق او كان تعبان يعني عرضني للتنمر، فانا اتعلمت السلوك ده. بسرعه جدا قبل ما نتكلم ازاي ايه اللي ممكن نعمله عشان نواجه التنمر، هنتكلم على النيجاتيف افكتس. ايه الحاجات اللي بتاثر سلبيا علينا وعلى اطفالنا لما نتعرض للتنمر؟ اول حاجه السايكولوجيكال افكتس، طبعا الاثار النفسيه للتنمر كتيره جدا جدا، اولها الدبريشن، الانكزايتي، الاكتئاب والقلق، الشعور بالوحده، الشعور بالحزن، فقدان الثقه بالنفس، واوقات للاسف الشديد بتوصل للانتحار. وده بيحصل لان لما يبقى الطفل بيتعرض او المراهق او اي شخص بيتعرض للتنمر بشكل مستمر، ده بيعرضه ان هو ممكن يبقى في خطر للانتحار. وللاسف في المدارس الامريكيه بالذات بعض الحالات اللي البنات فعلا انتحروا فيها بسبب التنمر. كان في بنت عندها حوالي 13 سنة وتعرضت لنوع من أنواع التنمر الاجتماعي وانتحرت فعلا للأسف. اتعمل مسلسل بعدها اسمه 13 Reasons Why، كان كله عن التنمر، هو موجود على نتفليكس وكان نفس القصة تقريبا، بس كانت البنت حوالي 16 سنة وتعرضت للتنمر قوي جدا وطلع عليها إشاعات في المدرسة وزمايلها ابتدوا يخافوا يكلموها وما بقت تاكل لوحدها، وفضل الموضوع يتطور لغاية ما وصلها للانتحار. طيب الفيزيكال والهيلث كومبلين، طبعا احنا يعني كيان واحد، اول ما نفسيتي تشتكي ديفنتلي جسمي هيشتكي. وفي حاجه اسمها الاعراض السايكوسوماتيه او سايكوسوماتيك سيمتومز، دي بتحصل لما الشخص يبقى مش عارف يتكلم، جسمه بيتكلم. زي ما احنا ككبار بيحصل لنا قولون العصبي، زي ما بيحصل لنا صداع نصفي، كل الحاجات دي بتبقى غالبا اعراض سايكوسوماتيه، اعراض جسديه لمشاكل اساسها في الاساس نفسه. ده بيحصل للاطفال كتير جدا. الحاجه الثانيه الاكاديميك افكتس، طبعا المستوى الدراسي بيتاثر. لما الاقي المستوى الدراسي الابني قل جدا بسرعه شديده، لما الاقي ان درجاته بتقل جامد، لما الاقي ان هو مش عايز يروح المدرسه، كل يوم خناقه كبيره جدا عشان يروح المدرسه،
دي مشاكل كبيره جدا. اكشلي في مسلسل اتعرض اليومين دول اسمه كأن امبارح، حد بيتفرج عليه؟ هو بيتفرج عليه برضه؟ طيب في هو في طفل في المسلسل ده اللي هو نعم؟ ايوه هو الطفل ده كل يوم بيتعرض للتنمر، هو مش عارف يقول ده في البيت. الاطفال صعب عليهم جدا يقولوا انا بتعرض ازاي؟ انا بتعرض لدي، ما بيعرفوش يصيغوا الكلام بالطريقه دي. بس اكشولي حاله الطفل ده او اللي كاتب الطفل ده، لا دي قصه حقيقيه بتحصل كل يوم. بشوف حالات كتير جدا لاطفال بيعانوا من نفس الحكايه دي، لا مش قادرين يتكلموا. طيب حاجات لما اشوفها اخد بالي ان ابني بيتعرض للتنمر او بنتي بتتعرض للتنمر، حاجات اخلي بالي منها كويس قوي قوي قوي. ايه هي؟ ان هو السلوكيات اليوميه اتغيرت، بقى يتنرفز مثلا بسرعه جدا، بقى عصب جدا، ودي بتيجي لي كتير من الحاله دي. عادات النوم، عادات الاكل اتغيرت، بقى مش راضي ياكل، مش بينام كويس، كوابيس كتير، فجاه الاقي التبول لا ارادي رجع، فجاه الاقي ارقاض الضوافر رجعت. يعني الحاجات دي اخد بالي منها جدا لانها دايما هتخليني لا في حاجه غلط، خلي بالي. الاقي ان الطفل كان عادي بقى خجول جدا، الاقي ان الطفل مثلا بقى عايز يقعد لوحده في اوضته طول الوقت، ما بقاش سعيد، كل الحاجات دي تخليني اخد بالي. طيب ازاي بقى نواجه البوليم ده؟ نعمل ايه علشان نواجه البوليم ده؟ يعني هاخد كود من الميشن بتاعت مدرسه سينز عجبني جدا، بيقول فيها to participate in and contribute to the Egyptian society while we are following the seas of excellence. الهدف العام اللي احنا محتاجين قوي قوي نعمله ان احنا نزرع اولاد كويسين في المجتمع، ان احنا نبني المجتمع ده عن طريق اولاد كويسين، اولاد في منهم امل، ولاد عندهم كونفيدنس، ولاد مش عدوانيين. مهم قوي ان انا اعمل الحكايه دي. اعملها ازاي بقى؟ اول حاجه في شويه يونيسف تبس عاملاها، هي ان الطفل اللي بيتعرض للتنمر ما تديش للمتنمر فرصه ان هو يتنمر عليك. تاني حاجه دافع عن نفسك. تالت حاجه كات ات شورت. شويه جنرال تبس محتاجين نعملها. ان الطفل، خليني نخش الاول في الجنرال، ان انا لازم ارفع ثقه الطفل بنفسه. زي ما سيس كده كانت بتقول في الميشن، انا محتاجه ان انا انفست في الطفل ده، محتاجه ان انا اعمل انفستمنت، الطفل ده يطلع بذره كويسه في المجتمع، فلازم اهتم جدا بان انا ارفع ثقته بنفسه. من احسن الحاجات اللي اعملها من الطريقه دي اعمل بوزيتيف ريانفورسمنت. انت ممتاز، انت ناجح، اركز قوي على الحاجات الكويسه واهمل الحاجات الوحشه، وان انا ابقى قريبه من ولادي، دي حاجه بتنقذني وبتنقذهم كل مره، ان انا يبقى في لغه حوار، انه ما يخافش يجي يحكي لي فلان بيضايقني، فلانه بتغلس عليا، الطفل يبقى مستريح كفايه انه يجي. التبس الثانيه دافع عن نفسك بشكل كويس، بنعلم الطفل اول حاجه دافع لفظيا، لا مش عايز، ابعد عني، ما تعملش كده، لفظ الحاجه اللفظيه الاول. تاني حاجه لو الطفل عايز ايذاء بدني يمسك ايده، يمكن على صفحه الدكتوره سيارة صلاح الدين على الفيسبوك هتلاقوا البوست المفصل ازاي الطفل يدافع عن نفسه. بول باك، احنا مش عايزين المجتمع كله بيبولي بعضه وكله بيتنمر على بعضه. ما توضحش مشاعرك الحساسيه حتى لو هو قدر يضايقك او ينفذك، ما توريهوش ده. جوه المدارس محتاجين اويرنس، محتاجين نشجع الاطفال ان هم يساعدوا. يعني وبرضه بما ان الشباب الصغيرين قاعدين معانا، لما الاقي حد بيتنمر على حد اقف دافع عنه وساعده، ما تبقاش سلبي، دي حاجه ممكن تنقذ حياه انسان. السكول كونسل طبعا دي حاجه مهمه جدا جدا. جوه البيت احنا محتاجين يبقى في اوثورتي مع البيرنتس، بس لان جوه العائلات كتير جدا الاخ الكبير او الاخت الكبيره هم اللي بيعملوا بولينج للاخرين. عايزه في النهايه اشكر سيز سكول، دي الكونتاكت انفورميشن بتاعتهم. ثانك يو سو ماتش فور سبونسرينج اور توك وعلى الاويرنس رول عن البولينج. ودي الكونتاكت انفورميشن بتاعتنا، دي الصفحه على الفيسبوك، صفحه دكتوره سهار صلاح الدين وصفحة مركز سلوك. في أي أسئلة ما قدرناش النهارده إن احنا نبعتها نقدر نبعتها، تاني كونتاكت انفورميشن أهي، ودي الصفحة بتاعتنا.
بشكركم جميعا. لو في وقت الاسئله انا هنزل علشان اسيب مكان للتوك اللي بعدي واخد كل الاسئله بتاعتكم.